يعطيكم العافية شباب. هلا اليوم راح اشرح عن الموقع السوري لجمع البيتكوين. هو صنبور يعني مثل الصنابير اللي شاريحها من قبل، صنبور بلا وقت. بس هلا الموقع السوري اللي صمموه شباب سوريين فهو اكيد صادق. هلا نحن راح نستعرض اقسامه مع بعض، يعني هو احسن من غيره. هلا راح نشوف ليش. هلا هون هي النافذة، هي الصفحة الرئيسية للموقع، هي محل ما نحن هلا. تريدينج ليسونز هي دروس لتعلم التداول. اللي عامل هلا اذا بنفتح درس منه بنلاحظ انه الدرس مساوي قناة الامل التعليمية. هلا الدورة هاي يعني هي من احسن الدورات اللي ممكن تلاقوها على النت، او يمكن هي تكون الدورة الوحيدة. قناة الأمل مساويين دورتين، دورة تعلم التداول اللي هن عبارة عن هالدروس الـ10 مع هذا الدرس الإضافي المراجعة، ودورة التحليل الفني. يعني هي من أحسن الدروس اللي ممكن تلاقوها على النت. طبعا ما هذا حديثنا اليوم، هلأ خلينا نستعرض باقي الخيارات اللي فيه. اور فيسات هي الصنابير الخاصة بالموقع. هو الموقع فيه صنبورين، صنبور بيتكوين وصنبور دوج كوين. هلا بدنا نشوف كل شيء. هون بيفتح لنا اعلان، احنا هون بده يطلع لنا وقت بدنا نستنى له يخلص اللي هو 10 ثواني. هلا هيك فتح لنا الصنبور البيتكوين تبع الموقع. هلا نحنا قبل ما نبلش ناخد منه ونطلع هون. الرصيد هو 2050 ساتوشي، يعني الموقع معه يدفع. هلا ان كان صفر معناته الموقع مفلس، فما بنعمل شيء حتى يرجع الشباب يعبوه ونقدر نشتغل عليه. هلا هون بنحط عنوان المحفظة، دقيقة بس، بنحط عنوان المحفظة نكون رابطينها بالوسيط. نكبس هون كليك تو باس، طلع لنا هلا مثل كباتشا صغير. هلا بنشوفه، بدنا ناخد هاي القطعة لمحلها. تمام، هلا نكبس كلاين فري بيتكوين، بحولنا لصفحة إعلانية مثل الصفحة اللي شفناها من شوي. كباتشا بنكتبه، نفس ما سوينا متون. صفحة تانية في عداد 10 ثواني، بدنا نستنى لا يخلص. الموقع اعطانا 6 ساتوشي، بعتهم مباشرة على الوسيط. هلا خلينا نتأكد اذا فعلا دفعلنا. هاي هي. طيب هلا باقي خيارات الموقع. نحن قلنا الموقع فيه صنبور بتكون صنبور دوجكوين، بس لنشوف باقي الخيارات اللي عنا اياها. هلا هون بنلاقي صنابير بيتكوين، هذا هو صنبور الموقع.
هلا هاي الصنابير تاني مجربين الشباب، وهي سهلة، بس طبعا اللي بده يجربها بجربها على مسؤوليته. انا يعني معروف بشروحاتي، ما بشرح غير شيء يكون انا مجربه. هاي مجربين الشباب، هي على الاغلب سادة، بس بجربوا اللي بده يجربها بجرب على مسؤوليته. انا لسه ما جربتها، مع بالايام الجاي انا رح اجربها وشوف احسن شيء بالنسبة إلنا، اكثر شيء ممكن يحقق لنا دخل، وارجع اشرحه. هون صنابير دوج كوين، هذا صنبور بيشبه صنابير مثل صنبور الموقع اللي شفناه من شوي. الشباب على ما يبدو شالوا يعني صنبور الدوج كوين، هو كان الموقع فيه صنبور بيت كوين وصنبور دوج كوين، شالوا صنبور الدوج كوين، ضل بس البيت كوين اللي نشتغل عليه. بس هذا الموقع يعني مثل اللي شفناه من شوي، مثل صنبور الموقع، بس حاليا مفلس، فبنتركه ما بنشتغل عليه. كمان هاي باقي المواقع، مواقع مجربين الشباب، وهي اكيد سادة معهم ودفعت لهم، بس انا ماني مجربة. فاللي بيجربون بيجربون على مسؤوليته. هون بنشوف صنابير إيثيريوم، وهون صنابير لايت كوين. هاي اباوت اس بتحولنا مباشرة على صفحة الجروب، على الجروب اللي مساويينه الشباب، وهو يعني جروب متخصص بالبيتكوين والتداول. فيه عدة شغلات ممكن تفيدكم. وهذا هو شرح الموقع، بتمنى أكون توفقت بالشرح، واللي عنده أي استفسار يتفضل يسألني، ويعطيكم ألف عافية.